حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل مع بعض طاجن سجق بالبطاطس، حلو قوي وموفر وسهل وبسيط، مش ياخد منك اي وقت خالص. ان شاء الله تجربوه يعجبكم، وانا عجبكم الفيديو ما تنسوناش في اللايك والشير والاشتراك في القناه علشان ينزل لكم كل جديد. ويلا نبدا بسم الله. ادي الطاجن بتاعنا، معايا السجق انا لسه ما قطعتوش، طبعا هقطعه، وبطاطس مكعبات وفلفل حار وفلفل بارد وفلفل الوان وطماطم. والطاجن بتاعنا اللي هعمل فيه الطاجن بتاعنا، هبدا اقطع الطماطم والفلفل. كده البطاطس اتحمرت معايا نص تحميره، طبعا هو الغرض ان احنا نحمر البطاطس ان هي ما تتهريش مننا في الطاجن. هطلعها ونحط السجق. خلاص كده حبايبي انا طلعت البطاطس، خلاص انا حمرتها نص تحميره. هحط بقى السجق. طبعا انا ما صورتش السجق وانا بقطعه، انا قطعته بالحجم ده عشان يبقى ماسك نفسه. طبعا الوجبه دي موفره جدا، بطاطس والفلفل والطماطم هيعملين مكان حلو قوي وموفر، وما بياخدش اي وقت خالص. خلاص يا حبايبي كده حمرنا السجق بتاعنا. طبعا مش هديله تحميره جامده لان طبعا هنحط عليه الخضار ولسه هيدخل الفرن. نحط بقى الخضار اللي احنا قطعناه. مش هنحط بهارات كتير، هنحط بس ملح خفيف كده. انتوا عارفين ان السجق بيبقى مهرينه، نحط حبة فلفل اسود. واحنا طبعا ممكن ناكله كده على طول، بس لو ما نحطه في الطاجن مع البطاطس هيدينا شمحة الطاجن كده. لما نعملها كمان بالطحنية هتبقى حلوة قوي. نحط البطاطس اللي احنا حمرناها نص كبيرة. طبعا وانا نسيت اقول لكم ان انا الزيت اللي انا كنت بحمر فيه السجق بعد البطاطس انا خفيته شوية طبعا لان كمية كتيرة، وانا مش بحب الدهون كتيره بصراحه في الاكل يعني. خلاص كده وانا هنحطه بقى في الطاجن عشان نكمل سويه كده. خلاص كده تمام، هنحط بقى الطاجن السجق بتاعنا هنا، هنحط الخلطه دي طاجن. طبعا هي مش هتقعد كتير في الفرن، 10 دقايق ربع ساعه كده ونطلعها، هي بس تاخد شمخه الطاجن. بالشكل ده
هتبقى حلوه قوي ومتكامله، مش تاخد منك اي وقت خالص. نغطيها بس كده عشان ما تتحرقش من فوق. خلاص كده خلاص كده الطاجن بتاعنا طلع من الفرن بقى بالشكل ده. هعمله واطفيه بفحمايه كده عشان طبعا يديله ريحه الشوي. شايفه ده هنزل عليها بالزيت نقطة كده. ده شكل الطاجن بتاعنا النهاردة، طاجن سجق بالبطاطس. خلاص يا حبايبي كده الطاجن بتاعنا النهاردة اتعمل بقى بالشكل ده، طاجن سجق بالبطاطس حلو قوي وموفر، مش هاخد منك اي وقت خالص، وطعمه جميل جدا وريحته حلوه جدا جدا. ان شاء الله جربوه ويعجبكم. زي ما انتم شايفين معايا حبايبي كده الطاجن خلاص طلع معايا من الفرن بقى بالشكل ده. ان شاء الله جربوا الوصفه وتعجبكم، وجبه حلوه قوي وسهله وبسيطه، مش تاخد منك اي وقت خالص، موفره في الوقت وفي المجهود وفي الفلوس وكل حاجه. ان شاء الله جربوها، وان عجبكم الفيديو ما تنسوناش بقى في اللايك والشير والاشتراك في القناه علشان ينزل لكم كل جديد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.